وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم في المشروعات التي تقوم بها مبادرة حياة كريمة حاليا في الصعيد بتغيير عدادات الكهرباء الحالية بأخرى مسبوقة الدفع لتلافي شكوى عدم انضباط قراءة العدادات. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الجامعات والمدارس إلى تنظيم رحلات لإطلاع الطلبة على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، لافتا إلى أن كل مشروع من المشروعات التي يتم افتتاحها هو بمثابة سد عال جديد. واحنا بنعمل حياه كريمه، وانا شايف اننا حاجه و30 مركز احنا بادين، يعني واخدين الكتله الاكبر في المرحله الاولى في الصعيد في كل شيء، يعني في الكهرباء وفي المراكز دي هتتعمل فيها كل شيء. ما اعرفش اللي هقوله ده مناسب ولا لا، لكن هل ممكن نغير عدادات اللي احنا هنعمل لهم لما اللي هم الحاجة و30 مركز اللي احنا 31 34 مركز، ال 34 مركز دول هل ممكن ان احنا نغير لهم عدادات بعدادات مسبوقه الدفع؟ يبقى انا خليته النهارده هو شايف هو يعني، لان في ناس اشتكت لي ان القراءه مش مظبوطه. معلش يا دكتور شاكر، انا صاحبك. فممكن، طب ايه اللي هيبقى مظبوط؟ هو انك انت تلاقي نفسك العداد معاك وانت اللي بتشحنه، ويبقى ما فيش حد لا بيقرا لك ولا لا انت اللي بتنظم استخدامك لل ما اعرفش اللي انا بقوله ده يا دكتور شاكر ممكن يتعمل ولا لا، لكن لو نقدر نعمله افضل ان احنا نعمله، وتبقى دي ضمن الخطه اللي احنا ما قلنا في يوم من الايام يا ريت كل عداداتنا اللي موجوده في الدوله المصريه تبقى عدادات مسبوقه الدفع، عشان المشكله بتاعت الشكوى بان القراءات مش دقيقه احيانا او في ظلم احيانا اخرى يبقى كده تجاوزناها. لو ده ممكن انا متهيألي ان احنا نعملها يعني.